برج الحمل. مهنياً تتبدد الغيوم التي عكرت نجاحك في السابق، وتبدأ بعمل هام ومنسجم مع طموحك يحسن حياتك. عاطفياً تنتهي فترة القلق وعدم الاستقرار العاطفي، ويتميز يومك بالهدوء النفسي والحب الممزوج بالعشق. برج الثور. مهنياً قد يعرض عليك الشراكة في مشروع استثماري فيه الخير، ولكن احذر بعض الأشخاص الذين يحاولون وضع العصي في عجلة تنفيذه. عاطفياً تغرق في بحر الحب وتعيش حلاوته ومرارته دون التفكير في بناء مستقبلك العملي. برج الجوزاء. مهنياً تقوم بنشاطات مهمة تقربك كثيراً من أهدافك وطموحك، وتبدأ بتنفيذ ما آمنت به من أفكار لتحقيق مشاريع حيوية. عاطفياً تكتشف عدم وفاء من تحب رغم تضحياتك، وتقرر الاحتفاظ بأحاسيسك وعواطفك حتى تجد من يقدرها بإخلاص. برج السرطان. مهنياً تنتهي المعاناة التي مررت فيها، وتجد أمامك آفاقاً جديدة، ويقف الحظ بجانبك وتحقق أحد أهدافك. عاطفياً يطرأ تغير جذري في حياتك العاطفية، وتعيش أجواء من الحب الصادق والملتزم. برج الأسد. مهنياً مسألة مهنية تتطلب منك وضع النقاط على الحروف. كن حكيماً وشجاعاً ولا تتأثر برأي الأصدقاء. عاطفياً تقف لحظة صدق مع نفسك، محاولاً تقييم أخطائك السابقة، وتقرر الوقوف ضد كل المغريات العاطفية. برج العذراء. مهنياً تضع آمالاً كثيرة وتراهن على مشروع أطلقت عليه مشروع العمر، ولكن تكتشف أنه حلم من الصعب تحقيقه. عاطفياً قد تتعرض للإغراء وترتبك عاطفياً، وتتذكر واجباتك العائلية، فتقاوم وتبقى على إخلاصك لحبك إلى الأبد. برج الميزان. مهنياً تترقب هذا اليوم نتائج أعمال ومشاريع قمت بها سابقاً. اطمئن، ستجد ما يرضيك، وستلقى نتائج إيجابية لثمرة جهودك. عاطفياً تتهرب كثيراً من مشاعرك، وتنتظر أن يكون الطرف الآخر أكثر شجاعة منك. قم بالخطوة الأولى. برج العقرب. مهنياً تستلم أرباحاً لم تكن تتوقعها، وتوقع عقداً للبدء بمشروع جديد فيه الخير لك. حافظ على النعمة وابتعد عن التبذير. عاطفياً ترتكب بعض الأخطاء وتتعرض لانتقادات ومضايقات من البعض، فتجد أن الشريك أو الحبيب يقف ضدهم بقوة. برج القوس. مهنياً ينتابك القلق دون سبب جوهري، وتنفعل لبعض المسائل العملية. كن هادئاً وعالج الأمور بذكاء. عاطفياً قد يطلب منك الشريك أو الحبيب الابتعاد عن المظاهر الفارغة والاهتمام بالجوهر والمضمون الحقيقي للأمور. برج الجدي. مهنياً قد تتعرض لخسارة مالية بسبب ثقتك الزائدة بالآخرين وعدم متابعتك وإشرافك الجيد على أعمالك. عاطفياً خلاف مع الحبيب أو الشريك حول عدة أمور سطحية قد تؤدي إلى فتور في العلاقة العاطفية. برج الدلو. مهنياً
تحيط بك بعض المستجدات، تعامل معها بحكمة وهدوء، وادرسها بشكل جيد مبتعداً عن الانفعال. عاطفياً، يدهشك الشريك أو الحبيب بذكائه وبالأعمال التي قررها لتحسين مستقبلكما العاطفي. برج الحوت. مهنياً، تراودك أوهام الثروة وتحاول المخاطرة والدخول في عمليات مالية غير مضمونة بغية الربح السريع. كن واقعياً. عاطفياً، تعيش صراعاً خفياً بين حبك وإخلاصك للشريك أو الحبيب وبين تطلعاتك لحياة أكثر استقلالية، ولكن ينتصر الحب.